الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر. مساء الخير أستاذ خالد، مرحبا بك معنا. إذا المفاوضات على ما يبدو تسير بشكل إيجابي ولو حتى بنتائج يعني ضئيلة، هل الأمور برأيك تسير في الاتجاه الصحيح بداية، وهل هناك بوادر تؤشر على إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة في الأيام القليلة القادمة؟ الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ انطلاق ثورة 13 ديسمبر، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بفعل الشارع وليس ما يجري داخل غرف المفاوضات. المفاوضات التي بدأت مع الميثاق العسكري في حقيقة الأمر لم تتقدم حتى الآن، وهي محلك سر، وهي الآن مصدر تململ حتى في أوساطنا نحن كقوى إعلان حرية وتغيير. ليه؟ لأنه الثورة أنجزها الشعب السوداني من أجل إنهاء حكم نظام شمولي عسكري لحزب واحد، والانتقال إلى نظام تعددي يعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني. لم تثور الشوارع من أجل نقل السلطة من عسكري إلى عسكري آخر، وبالتالي تبدو هذه المطاولات في المفاوضات كأنما هي ترسل إشارات سالبة أن المجلس العسكري لم ينحز لإرادة الشعب السوداني، ولكنه يريد أن يستأثر بالسلطة ليبدلنا بانقلاب عسكري بانقلاب عسكري آخر. حتى القضية التي أثيرت اليوم وهي قضية صلاحيات المستويات المختلفة، ليس صحيحا ما ذكره المتحدث باسم المجلس العسكري بأن هذه هي قضية جديدة طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم للمرة الأولى. هذا ليس صحيحا البتة. في يوم 16 أبريل قوى إعلان الحرية والتغيير قدمت رؤيتها لمستويات السلطة المختلفة في مجلسها السيادي وحكومتها التنفيذية ومجلسها التشريعي. هذا منشور ببيان موجود في الوسائط ولا يحتاج لأنه الناس يتغالطوا حوله. رجعة المجلس العسكري الليلة مرة ثانية، لأنه ما بدأناه في 16 من أبريل والادعاء بأن هذا كلام جديد، ده كلام مستغرب بكل تأكيد. في ما يلينا نحن دخلنا إلى هذه المفاوضات بقلوب وعقول مفتوحة بهدف واحد، هو نقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة. نرى أن للقوات المسلحة دور مهم في هذه العملية ودور مهم في تسيير شأن البلد لقدام، كل من موقعه، ولكن لن نقبل أي تغول على شعارات ومبادئ ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة تحت أي ظرف من الظروف يعني. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد عمر، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، كان معنا مباشرة من الخرطوم.